أظل مع النادي الأهلي ومع كورونا، بطولات، مداخيل زيادة، طفرة إنشائية، وأنا أتكلم في وضع في عام في كورونا. يعني اليوم النادي الأهلي كل الرواتب الموظفين تصرف في 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 وقتها، كل الموظفين ماخذين رواتبهم بشكل كامل. ما تأثرتوا اقتصاديا بال... احنا تأثرنا جدا، لكن علينا الحقيقة يمكن كل مجلس إدارة النادي الأهلي وبيضع السياسات لقيادة النادي الأهلي من أول يوم، وإحنا يعني مصرين إن جميع العاملين في النادي الأهلي يعني يتطوروا، مرتباتهم تتطور، يتطور مستحقاتهم المالية تتطور. لما جاءت موضوع كورونا كان أول قرار لمجلس إدارة لما اجتمعنا مع بعض إن محدش يتمس، ولا عامل ولا موظف ولا لاعب ولا مدرب ولا أي حد بيعمل تحت مظلة النادي الأهلي يمس ولا يتأثر بظروف كورونا. إيه لغاية فين؟ الله أعلم. احنا طبعا ده كان القرار اللي احنا اول شهر، تاني شهر، تالت شهر. عشان كده الحاجه الوحيده بس كل الناس مرتباتها ماشيه زي ما هي، ما عدا اللاعبين كويس والمديرين الفنيين اللي هم مرتباتهم كبيره يعني. قسمنا المرتب بتاعهم ما تتخصمش منه حاجه، لكن اتقسم على 4 شهور بدل شهرين، كفضل شهرين في الموسم عملناهم على 4 شهور عشان بس يبقى في سيوله للموظفين والعاملين. هي دي الروح اللي ممكن توجد بطوله، هي ده اللعيبه لما تساهم، بس ما ساهمتش هي ساهمت بوقت بس، يعني بدل ما ياخد فلوسه دلوقتي خدها على فترات. الامر دوت مجلس اداره وصل له وناقشناه كويس، ورجعنا الاداره الماليه بتاعتنا وحطينا السيوله الموجوده قد ايه، نقدر نستحمل كده قد ايه؟ نقدر نستحمل كده 4 شهور، فاحنا عملناها على 4 شهور. لكن الناس اللي اتقسمت بس مرتباتهم او حقوقهم الماليه هم زي ما قلت لحضرتك اللاعبين والمدربين اللي هم ليهم رتبات كبيره، بس اتقسمت بس لم تخصم. لا خالص، ولا مليم اتخصم من حد. هو ده النادي الاهلي، وده حق العاملين علينا وحق المدربين علينا وحق اللاعبين علينا. يمكن المدربين الاجانب كان ساعتها فايلر موجود، ما تمش منهم حتى، ما تمش التقسيمه دي، يعني هم فلوسهم اتاخدت مره واحده يعني، لان دي برضو مدربين اجانب. وكان ساعتها سالنا طبعا في الاتحاد الدولي، واحنا حصل نخصم لو حصل، لو في رؤى كده يعني، قال لك بالتفاوض. فاحنا النادي الاهلي مش هنخش تفاوض ونختلف، نعمل الصح ونحاول بقدر الامكان نوفر احنا كنادي اهلي وكمسؤولين. احنا ليه موجودين في مكاننا؟ يعني موجودين في مكاننا عشان ظروف الصعبه زي دي، ان انت لازم انك انت تفكر ازاي يبقى عندك ابتكار في موارد جديده، تفكر ازاي تدرس الامور، السيوله اللي عندك وازاي تقسمها صح عشان ما حدش يتاثر. فده اللي حصل الحمد لله، وعدت المرحله دي وداخلين على مرحله جديده. اتمنى بقى ان احنا ان شاء الله الامور تتلم تاني تبقى حاجه كويسه باذن الله.